لاعب الكريكيت الدولي السابق هاشم محمد أملا يعد ألمع نجوم اللعبة في التاريخ وأبرز من تألقوا فيها وأشهر من مثلوا جنوب أفريقيا في الملاعب الدولية. بعد اعتزاله أصبح هاشم أملا عضواً في الاتحاد الوطني للكريكيت في جنوب أفريقيا، كما يقوم بتدريب المتسابقين في الفريق الوطني مؤخراً. تابعوا معنا هذا الفيديو للتعرف على حياته وإنجازاته. ولد هاشم محمد أملا في 31 من شهر مارس عام 1983 في مدينة دوربان في جنوب أفريقيا لعائلة تعتنق الدين الإسلامي. تعود أصول هاشم أملا إلى مدينة جوجرات الهندية. تنتمي عائلة هاشم أملا إلى الطبقة المتوسطة، ولهذا تلقى هاشم تعليمه الأساسي في المدارس العادية، حيث التحق بالمدرسة الثانوية في مدينته دوربان. يحترف أخوه الأكبر أحمد أملا أيضاً لعبة الكريكيت، حيث احترف أحمد اللعبة ولعب مع بقية إخوته في فريق دولفينز للكريكيت. وقد أظهر هاشم الكثير من الشغف والحب تجاه ممارسة الرياضة، حيث أظهر شغفاً خاصاً تجاه احتراف لعبة الكريكيت. ولعبة الكريكيت هي رياضة جماعية يلعبها فريقان، فيهم 11 لاعباً لكل فريق. تضرب فيها كرة بحجم قبضة اليد من قبل لاعب يدعى رامي الكرة، أما لاعب الخصم الذي يدعى رجل المضرب فيحاول صد الكرة باستخدام مضرب نحيف يشبه المجداف. يتركز الانتباه أساساً حول علامتين تشكلان الأهداف، تدعيان ويكيت، وهما مجموعة من ثلاثة عصي متصلة تسمى جذوع الكريكيت. يحاول رامي الكرة إصابتها لكي يوقع قطعتين خشبيتين اثنتين مثبتتين على الجذوع وتسميان كفالات الكريكيت. من يفوز في هذه اللعبة هو الفريق الذي يستطيع أخذ أكثر نقاط، ما يسمى بالران، حيث يقوم الضارب بضرب الكرة بالمضرب وإخراجها خارج الملعب دون أن تلمس أرضية الملعب، فتحسب 6 نقاط ران. أما إذا خرجت خارج الملعب ولكن لمست الكرة أرضية الملعب من الداخل فتحسب 4 نقاط ران. وكذلك يستطيع الضارب أن يركض من جهة إلى جهة وتحسب في هذا الوقت نقطة واحدة فقط لكل ركضة من جهة إلى جهة، وهكذا. حقق أملا حلمه وانضم إلى فريق الكريكيت في جنوب أفريقيا، وقد حقق 4 انتصارات في أول جولاته مع فريق دولفينز، حيث اشترك أملا في البطولة الوطنية للعبة الكريكيت، وكان أول فوز يحققه في نوفمبر عام 2004، حيث فاز فريقه على فريق الكريكيت الهندي. بعد ذلك بأربع سنوات التحق هاشم بمسابقات الكريكيت الدولية لليوم الواحد، وفاز على فريق بنغلاديش في مارس 2008، كما نجح في هزيمة الفريق الأسترالي في عام 2009. صنف أملا كأسرع لاعب كريكيت في العالم حينما فاز تقريباً بأربعين مباراة في مسابقات اليوم الواحد الدولية، وكان ذلك عام 2000. وكان أملا هو أول لاعب كريكيت من جنوب أفريقيا يلعب في مباراة ضد الفريق الإنجليزي في عام 2012، وفاز بلقب أسرع لاعب كريكيت في العالم بعد فوزه بحوالي 20 جولة في مسابقات اليوم الواحد من إجمالي 108 جولة. وبهذا يكون هاشم أملا هو رابع لاعب في التاريخ الذي ينتصر في جولات أمام كل من الفرق العالمية تقريباً. في 15 من أكتوبر عام 2017 حقق أملا واللاعب دي كوك انتصاراً تاريخياً أمام فريق بنغلاديش، حيث حقق كل منهما فوزاً تاريخياً حين نجح كلا اللاعبين في إصابة 10 ويكيت في 279 رن أو نقطة. في المقابل نجح مصطفى رحيم رجل المضرب في فريق بنغلاديش أن يحرز عدداً كبيراً من الضربات التي سجلها لصالح فريقه ضد فريق جنوب أفريقيا، والذي استطاع بهذا المجهود أن ينافس الفريق الآخر لولا أنه عجز عن هزيمتهم بالكامل. وقد أعلن هاشم أملا اعتزاله اللعب دولياً في أغسطس 2019.